بخير عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير. نتوما كتشاهدوا الفيديو، مرحبا بكم في قناه رشيده شاو. اليوم البنات نقدم معكم دجاج مشرمل بعطريه جد بسيطه موجوده في كل بيت. نخليكم مع المقادير. بالنسبه للمقادير البنات، عندي هنايا الدجاج مقطع على حساب الكميه نتوما اللي بغيتو، وعندي هنايا معلقه ديال السكنجبير صغيره، ضمه ديال الثومه غبره، معلقه عامره ديال كبيره ديال مايونيز، معلقه كبيره ديال الحار، ومعلقه كبيره ديال لاموطارد. غنجيبو الاناء وغنديرو فيه المايونيز على حساب الكميه اللي عندكم ديال الدجاج. انا ما غنحتاجش البنات هنايا الملحه، ما نحتاجهاش، كما قلت لكم مكونات بسيطه جدا. غنخليكم المقادير في صندوق الوصف. هنايا درت سكنجبير، وغندير الثومه غبره، ضمه ديال الثومه غبره، ونحركو مزيان، ما نحتاج لا زيت لا والو. غناخد الدجاج وغنشرملو هاد الشرميله مزيان، غنلبسو هاد الشرميله مزيان كما قلت لكم على حساب الدجاج اللي عندكم، الكميه ديال الدجاج. قد ما كاين دجاج كثير قد ما كديروا نتوما المقادير، كتضاعفوا المقادير. عندي غير دجاج قليل ماشي كثير، غتحاولوا تخليوه واحد 3 السوايع على حساب نتوما الوقت اللي عندكم. ممكن ديروا في التشرملو في الليل، ملي ما بقاش لي انا الوقت باش نجبدو في الليل، يلا جبدتو كنتلج، يلا جبدتو ما طلقش ليا بكري، داكشي تاع الصباح عاد كنشرملو. كما قلت لكم الا كان الدجاج عندكم زايد ديروا زيدوا المقادير. وبالنسبه لشحال تخليو ديال الوقت، خليوه 3 السوايع، جوج السوايع، تما على حساب الوقت اللي نتوما اللي عندكم اللي كافيكم. انتما غنخلي دابا يترقد البنات، غنخلي واحد تقريبا واحد 3 ديال السوايع تيشرب هاد العطريه مزيان، وغنرجع معكم باذن الله. البنات راني كما قلت لكم، راني خليت الدجاج ديالنا، راه بديت كنستفو في الصينيه ديال الفرن، راني فرشت ليها بابي الومنيوم، درت ليها هاد البابي اللي كيدخل الفران، وبعد ما 3 ديال السوايع غنستفو البنات. كما قلت لكم غنخلي واحد ساعة ونص حتى لساعة على حساب الدجاج، إذا كان مقطع صغير أو مقطع كبير. إذا كان مقطع صغير خليو غير واحد الساعة، إذا كان مقطع كبير ساعة ونص. غنستفو في البلاطة ديال الفران، غنستفو كامل. كما قلت لكم راني ما درتش فيه لا ملحة لا، يعني المكونات كلهم اللي عندي كلهم مالحين. غناخذ الزبدة، عندي معلقة ديال الزبدة، غندير عليه الزبدة كامل، وغنخليه في الفران. هو كيطيب وكياخذ اللون ديال الذهبي بالزبده. هاد الزبده كتساعدنا على التحمار، انا ما درت لا زيت كما شفتوا، ما درت حتى حاجه. هاد الزبده اللي كندير من فوقه هي اللي كتساعدنا باش كيتحمر، كيطيب وكيتحمر في خضره. كما شفتوا درنا ليه الزبده كامل، غنرد عليه بحال هكا 100
كنحطيه. نحطو باش يطيب مزيان. كنخليه يطيب ورجع معكم باذن الله. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الدجاج ديالنا بعد ما كيتحمر كيطيب، وكنحل عليه وكنخليه كيتحمر واحد شويه، كيجي على هذا اللون كياخذ اللون الذهبي. تمنى هذا الفيديو عجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.